ايه نبغى قال لك الرزقي حطوا علاقات الواقع هاكرز مثلا حطوا علاقات الواقع وتونا ادخل معنا وتونا ايه بتعين الواحد وتونا ايه بتعين الواحد بس قول بسم الله قصيت بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك ايوه بس 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 بسم الله عليك اول ما تدخل فقط السجن اي والله قسم بالله ما لحقت عليه السجن إيه متى طلعت انت؟ طلعت 28 يعني ثمان احنا 28 ما حطينا انت وابراهيم بعد السابعة انا مطرود اول واحد صادق اول مطرود مطرود مثل واحد طالع ابراهيم بس مو موجود هنا في شو صار ايش رايك اول مره اشوف ابراهيم وهو مو موجود وطلع اخو موجود لا لا اول يوم شي خربت على اخويا لا اول يوم شي احضر يوم قدم في الوادي مدري وين قال الافلاج ديور فوق تحت نستودع الله حشر كيف هذا انا عندهم أنا مين وأنت مين؟ هذا أنا. عاد الله يعطيهم العافية. ما يبون يتعبوني في الخط. ما يبون يتعبونك. بس 300 كيلو عادي. 300 كيلو بعدين رجعت. إيه. طيب باقي ملابسك وكذا. عادي أرسلوها لي. بالله يعني ما يبونك شوف. لا حطها له عند الباب برا. بس بالصدق. ها. تفاجأت يوم جيتهم. ما لحقت لحقت على السجن أنت؟ إيه. والله. إيه. أنا تفاجأت يوم جيتهم أغراضي خلها هنا عبود. طلع مشتاق لي. لا مو هم مشتاقين حتى جوال حق الشلات اللي مسكها في دم ايام عادها عندهم مو هم مشتاقين لك بس يبون يفكر وخلاص واحد من اخواني اظني تكلمنا في اللعبه اي واحد من قرايب حشر يجي ياخذ الشنطه حطيناها عند الباب صدق سمعت عود الحسني في دمه يدمه لا ما ودنا ليه مرتاح هنا تبي الصد ايش عندك خسارة اكل ونوم والله هنا هنا تبي الصد اي والله كل شيء بلاش كل شيء بلاش خزايط يطيط 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 الجوال منه والسيارات منه ولا هنا غدا عشاء بلاش لا مفاتيح مفاتيح ودنيا وحاله وكل شيء زيت ولا مساج ولا كل شيء خلونا معنا 14 يوم بس خلونا معكم ورزق انا افكر انه يعني خلاص خلونا نجيب الثانيين لا تكفى من الثانيين سبعه عادي بس خلونا عشان نطلعكم نجيب سبعة خلاص انتم كملكم الحين